مرحبا. موسم أعاصير بدأ بقوة بعدة دول بالعالم، أبرزها أعصار فلورنس اللي ضرب ولاية نورث كارولينا وأدى إلى مقتل 15 شخص وتدمير عشرات آلاف المنازل بسبب قوة الرياح اللي تخطت 150 كيلومتر بالساعة مع تساقط أمطار غزيرة وفيضانات جارفة، كما ضرب أعصار الفلبين ووصل إلى الصين وهونغ كونغ وأدى إلى وفاة 59 شخص ونزوح 37 مليون مواطن، وبلغت سرعة الرياح 230 كيلومتر وتسببت بتدمير مئات آلاف المنازل واقتلاع الأشجار المعمرة، ويعتبر الأعصار الأقوى لها السنة. بالعودة لطقسنا، صيفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة نهاراً على الساحل ومعتدلة مساءً وباردة على الجبال خلال الليل وساعات الصباح، الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 28 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة اللي بتبقى عالية على الساحل خاصة بفترة الظهر وباردة نسبياً على الجبال خلال الليل مع تكون ضباب على المرتفعات المتوسطة. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 695 ملم، السنة الماضية 619 والمعدل العام السنوي 825. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 22، بالبقاء 14 والأرز 11 درجة. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 29 وجبل محسن 31، أرطبة 23 درجة، عرسالة 30، فقرة 22، عين سعادة 28، بعبدة 31، جزين 27 درجة، ودير الزهراني 28. الرطوبة بتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 26 و31 درجة، الأربعاء والخميس بين 27 و32. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت بين 30 و47 درجة، القدس بين 18 و28، طرابلس بين 23 و30، وبرلين بين 13 و25 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.